لو تاني. لا ما هو الشركات الأجنبية فعلا فاتحة في مصر، ولكن في فايزر مصر، في حكمة مصر، في نوفارتس مصر حسب القانون المصري. لكن أنا كان يهمني إن حضرتك تقولي إن المرحلة الأولى والثانية هتتجرب في دولة المنشأ. يعني لو الشركة سويسرية هتتجرب في سويسرا، أمريكية هتتجرب في أمريكا. يعني إذا في تجريب بيتم. أنا ما فيش أرجع لسؤال الأستاذ وائل. أرجع بقى أنا بس أتمنى إن السكرين تجيب الـ FDA كاتبالك أهو. هقول لحضرتك. إنه مش هينتقل للسوق. هقول لحضرتك. إلا 25-30%، يعني 75% لا ما تقوليش توقعات، دي حسابات يا باشا أهي. طيب. طب ما لو هي منظمة. أقل من كده مش مشكلة. لو هي منظمة عالمية. يعني 75% مش هيتسوق. منظمة عالمية. وهيجي لهم فشل كبدي أو كلوي أو سرطان أو مخه هيبوظ. بعمل كده ليه؟ طيب ارد على سؤال الاستاذ. بعمل كده ليه؟ تمام. شوف يا استاذ وائل، مفيش اي نشاط بيدب على وجه الكره الارضيه الا وراه بحث علمي. دي نمره واحد. في زي ما سياده النائب قال، في والدكتوره ماجده عارفه، في تجارب بتتم في مصر. ده لازم. 2016 في منظمه بيرن السويسريه اذاعت تقرير خطير جدا جدا ان شركه نوفارتس السويسريه عملت 24 تجربه غير اخلاقيه في القاهره. بدأنا نتصل بالمنظمة دي، حصل مراسلات بيننا وبين بعض، والشركة نفسها يعني غير أخلاقية، يعني جربت على مرضى بالظبط كده، والشركة نفسها بدأت تراسلنا وكده. احنا عندنا قرار وزاري، ما عندناش قانون. يعني انا لو النهارده اكتشفت تجربة يا دكتورة بتتم في احد المستشفيات عامة او خاصة، مش هلاقي قانون عشان احاسب الناس بتاعتي. مفيش حاجه تعاقب على كده يعني. بالظبط. في قرار وزاري. دي حاجه. قانون العقوبات موجود. لا معلش. دي قصه ثانيه يا دكتوره. الهند تقرير زي ده ودخلوهم السجن. طب خليني اكمل. مصر هم عرفوا ال 24 تجربه ولم يحاسبوهم بقانون العقوبات المصري اللي كان المفروض يجرمهم. طيب هي بتقول لك ان الهند دخلوا اللي تورطوا في السجن، احنا ليه ما دخلناش اللي تورطوا في السجن؟ يسال فيها السيد وزير الصحه، لكن في الاخر انا كمركز حقوقي اما حبيت اتعامل مع الموضوع، ناس جم من سويسرا اتكلموا معايا، لكن ما عنديش قانون في ايدي اروح بالمحكمه. لازم صاحب الصفه وزاره الصحه هي. طيب خليني في الضمانات. طيب الضمانات طيب اللي بتقول عليها كده الدكتوره ماجد. طيب موجوده في القانون ضمانات هشه جدا. تمام. مع الوضع في الاعتبار حجم الفساد في مصر. ومع الوضع في الاعتبار كمان طيبه المريض المصري، يعني المريض في كل دول العالم يعني ربما يكون يعني ناصحا يعني اتعلم كويس، انما المريض المصري غلبان يعني بتيجي تقول له اي حاجه بياخدها بيبلبعها. لما يبقى ده قاصر على موافقته، ما هو انت عارف انه حيوه لو قلت له امضي على اي حاجه. ده احنا عندنا اكتر من تجربه حصلت فعلا، وقدرنا نسجل مع المرضى. ما كانش بياخد حاجه، ما كانش بياخد فلوس، كان حالته صعبه جدا، والدكتور بيقول له ما فيش الا ده، هشتغل معاك في ده. فكان بيرضى من غير اي حاجه خالص، لانه هو طمعان في الشفاء. لكن عايز برضه ارجع تاني ليه القانون برضه يا دكتوره ماجد، عشان بس نبقى عندنا منطق في كلامنا. في حوالي 365 مليار دولار في الابحاث الدوائيه في العالم في 2017. عندنا دول زي سنغافوره، بولندا مثلا ليها 65 مليون دولار لوحدها. سنغافوره، بولندا، ايران، اسرائيل، في اكتر من 40 دوله ليهم نصيب في المبلغ دوت. هي مصر فين يا دكتور؟ ليه اي مبلغ اللي هو ايه اللي بتاع التجارب اللي هو الابحاث الدوائيه؟ يعني انت الابحاث الفلوس دي لقاء ايه؟ معلش انا عايز افهم الابحاث. ايوه انا يعني انا مصر هاخد الفلوس دي ليه؟ دلوقتي حد هيعمل ماجستير، حد هيعمل دكتوراه، هاخد الفلوس يعمل دي ليه؟ يعمل ايه يا دكتوره؟ يعمل بحث علمي ازاي؟ في خياله الناس بتوع جامعه زويل دول نقفل الجامعه ونمشيهم بكره؟ لا معلش خلينا في الورق ده، ربنا يبارك. لازم في بحث علمي، لكن تعالي نتكلم في القانون. القانون دوت ما هي بتقول لك معاها مشروع القانون. طيب ما هو معانا اهو. طيب اهو تمام. القانون ده مش قران، احنا رحنا مجلس النواب مرتين وسجلنا بعض الاعتراضات زي ما حضرتك بتتكلمي، لكن احنا مع تسجيلنا لبعض الاعتراضات دي عايزين قانون عشان نقدر نحاسب الناس اللي بتتواطأ وبترتكب جرائم ضد الانسانيه، ضد حقوق الانسان، وفي الاخر ما بنقدرش نحاسبها. دي حاجه. طب ما هو انت كده انت عندك اللجنه دي مش كافيه. ما اكثر اللجان ده، احنا عندنا تعبير شائع كمان عايز تبوظ اي قضيه تفسدها شكل لها لجنه. انا عندي الفصل ال 12 ده مليان عقوبات، وطلبنا بتغليظ هذه العقوبات توصل للسجن، وفعلا تمت اعاده بعض الصياغه. لكن احنا لينا بقى ايه؟ تخوفات زي ما الدكتوره ماجد، يعني ده مدخلنا ان احنا محتاجين بحث علمي في مصر، احنا محتاجين قانون يحاسب الناس اللي بتشغل تجارب
غير اخلاقيه وغير قانونيه. طيب قبل ما اسال بس دكتور عبد الله هنا ده كلام كافي دكتوره ماجد؟ ما انا كنت لسه استاذ وائل، ما انا كنت طيب. هقول نفس الكلام اللي هي بتقوله، نفس التخوفات انا معاها كلنا معاها، لكن انا عايز قانون. انا عايز قانون، انا عايز افيد الاف المؤلفه من مرضى ضمور العضلات، من مرضى الهيموفيليا، من مرضى التسلل المتعدد، الاورام، كل دول هيخشوا على ادويه باقل من 60-70%. ما نلعبش على اوتار العاطفيه وانت مقدم لي ورق بيني وبينك الورق، هل الورق ده يؤدي الى علاج الناس بتوع الضمور؟ لا قولا واحدا لا. في كم بحث علمي؟ معلش معلش بص حضرتك، بحث علمي يا دكتوره امال يؤدي الى ايه؟ مصر جامعه القاهره حضرتك طالعه من 300 الاوائل على العالم بالابحاث الطبيه، بتتكلم ازاي تمام. بس ازاي تتنفذ على ارض الواقع؟ انا انت اللي مقدم المشروع مش انا يعني حضرتك. انتوا قدمتوا لنا مشروع اتجار بالبشر يعني في 2012 في ابحاث طبيه بتتم الحين. طيب انت مع قانون ابحاث طبيه؟ انت طبق بقى يا دكتوره. معلش معلش انت طبق. معلش ثانيه احنا معلش مجد عاوزه ايه؟ دي قضيه فرعيه، احنتوا مدخلين ورق هيتطبق على المصريين عباره عن ايه؟ ان انا بفتح كل ابواب الشر على الولايه المصريين. ليه شر؟ ليه شر؟ فين الضمانات حضرتك؟ يعني يا دكتوره في حكايه العينات احنا اعترضنا وقلنا مفيش مصريه تخرج مش بتراقبها يعني. هي انا معاك انا مع حضرتك تماما، هي امريكا لما تعمل وده اعترضنا عليه. هو السوفالدي ده هو السوفالدي اتجرب على مين؟ طيب السوفالدي كان مسجل خارج مصر. اتجرب على مين في البدايه؟ المرحله الاولى والثانيه اتجرب على اوكي يعني في تجربه وفي يعني في تجربه يا دكتوره. يا فندم هات القانون الامريكي وترجمه. حلو انت جايب لي قانون متاسفه وتقول لي همشي عليكي ده تمام. لا تجيب لي الامريكي وترجمه لكن تجيب لي ده وانت فاتح على المصريين ابواب جهنم. والامريكي زائد ايه؟ ما تقول لنا امريكي زائد ايه واحنا نحطه، مفيش مشكله احنا لسه ضوابط على اللجنه اللي انت جايبها وبتراقب فلوسهم داخله منين وخارجه منين وعلاقتهم ايه وبتعزلهم ازاي وبتحط فين الضوابط اللي هنا ده انت حضرتك الضوابط الوحيده اللي جبت سيرتها قلت ايه؟ قلت اللجنه هتحط المعايير. اللجنه اكبر من القانون. طيب طبعا مع يعني مع حجم الفساد المنتشر يا استاذ وائل يعني يا استاذ وائل اذا كنت بتقول يعني القانون الامريكي بيعمل ضوابط انا هراقب فلوس كل واحد واشوف ازاي يا استاذ وائل. طيب المخاوف بتاعت الدكتوره مجدي احنا معاها. طيب هرجع تاني بس للجانب بتوافق عليه هرجع تاني بالجانب الطبي ده. هل